ضمن تدخلات الهلال الأحمر القطري في مشاريع الإصحاح، كانت هذه المشاريع النوعية التي تعمل على تقليل نسبة الفيضانات الحادثة في المناطق المنخفضة في كل منخفض جوي، وعملية زيادة المياه العذبة داخل الخزان الجوي. الحمد لله رب العالمين، معاناة قاسية كنا نعانيها من المياه المطر هذه كل فصل بفصله، لأن الحمد لله يعني اليوم إشي يعني غير العادي، وكنا نتوقع بالصورة هذه.